دلوقتي خلينا كده نروح مع حضراتكم لمحطة مترو هليوبلس ونتابع اليوم الفني اللي اتعمل في المحطة. يمكن خلال هذا التقرير حقيقة مش هنتكلم عن مترو هليوبلس ولا هنتناول فكرة الطفرة اللي شاهدها قطاع المواصلات في مصر، لكن هنتكلم عن حاجة تانية في محطة المترو هنشوف فيها فن، فيها رسم بورتريهات وجداريات بتعبر عن حضارات مصر الثلاثة على حوائط مترو الأنفاق. بيكاسو قال على الفن شكل من أشكال العلاج، وقالوا أيضا عن الفن أنه يبني معبدا للجمال في القلب. هنا في مصر في محطات المترو قررنا ان احنا ندمج الفن بالتاريخ. ازاي نقدر نحكي قصة كل منطقة عن طريق جداريات ملونة، يقدر كل مواطن بيعدي بالمحطة ان هو يقدر يشوف تاريخ المنطقة دي، زي مثلا باب الشعرية. باب الشعرية مجرد ما هتعدي في المحطة هتلاقي تاريخ المنطقة، والتاريخ ده مش بس هيكون في باب الشعرية، دي هتبقى مرحلة أولى هتنطلق بعد كده لمحطات تانية زي مثلا هليوبلس وكلية البنات ومحطات تانية كتير هتقدر المواطن ان هو يعدي منها، مش بس كده علشان نرتقي بالذوق العام للمواطن، لأنه الفن زي ما قلنا بيبني معبدا للجمال في القلب وكمان غذاء للروح. هنتابع مع بعض أكيد فعاليات مختلفة هتبقى داخل المحطات مش بس عن طريق الجداريات، ولكن هيكون في فعاليات داخل المحطات زي مثلا رسم مختلف للبورتريهات، هيكون في كمان يعني فعاليات موسيقية على مدار فترات متقطعة هنتابعها مع بعض أكيد من داخل محطات المترو. يلا بينا. فكرنا مع شركة الإدارة، مع الوزارة عندنا وزارة النقل، مع شركة الإدارة الفرنسية، مع الدكتور أشرف من الشخصيات الفنية المرموقة في مصر، إن احنا نبتدي بمحطات معينة في الخط الثالث، نبتدي نحط مواد ثقافية، بنبتدي نحط فعاليات فنية سواء جداريات أو سواء اسكتشات. بعد كده دي بداية نشوف انطباعات الناس إيه، وبعد كده هنبتدي نطورها بحيث ان احنا نطبقها في بقيه الخطوط او على عموم الخطوط المترو اللي احنا بننفذها. ناخد الفرصه ان في ملايين بتستخدم الوسيله دي كل يوم، يبقى في نوع من انواع المساهمه الفنيه والثقافيه من جانب وزاره النقل والهيئه القوميه للانفاق لاضافه فنيه، وهي في الاخر جزء من القوى الناعمه المصريه اللي دايما مصر مشتهره بيها. يعني الشباب الفنون الجميلة أو الطلاب أو حتى شباب التشكيليين كلهم بيستخدموا المترو، فهم فاهمين قيمة المترو وأهميته بالنسبة لهم كأداة مواصلات أو وسيلة مواصلات هامة جدا وعمالة بتتطور وتكبر في مصر من خلال التطوير اللي بيحصل أو التحديث المتواصل اللي بيحصل، وكلهم منتظرين طبعا طلاب فنون جميلة وكليات فنية أصلا منتظرين محطة الزمالك عشان دي اللي هتوصلهم لغاية أماكن الكليات بتاعتهم، فهم يعني كانوا يمكن يعني بيتنافسوا مين اللي يجي وعلشان مين اللي يتفاعل مع الجمهور ويرسمه طول النهار. احنا دايما بنرجع للموروثات بتاعتنا، يعني مصر مش دولة فرعونية بس، احنا مصر دولة فرعونية وجريك رومان وقبطية وإسلامية وأفريقية وشرق أوسطية، أمال هما بيقولوا مصر أم الدنيا ليه؟ الحقيقة أنا سعيد جدا جدا إن أنا أشارك في فعالية ثلاثيات هليوبلس النهاردة، والحقيقة أول مرة يعني يتم تنظيم إيفنت في محطات المترو أو في محطة مترو ويبقى الفن زي الستريت ارت كده وفن شارع لكن جوه محطة المترو، فدي فعالية مهمة جدا جدا، واتصال الفن بالجمهور وتعريف يعني والاتصال يعني تعريف الطرح الثقافة المصرية من جديد في الشارع او في محطة المترو، دي بصراحة فعالية في منتهى الجمال يعني، وانا سعيد جدا جدا ان اشارك فيها النهارده. شيء جميل لأهل المنطقة عارفينها وغربة عن المنطقة مش عارفينها،
فلما يجوا هنا ويقروا حاجه كده يفهموا عن ايه تراث الجماليه وباب الشعريه والظاهر. تمام، فدي حاجه كويسه جدا ومعلومه كويسه. يعني انا اصلا من اول ما شفتها بصراحه الفكره عجبتني. يعني انا من اول ما شفت التراث الحاجات دي ان هم بيدوا كل منطقه بالشكل بتاعها بالمنظر القديم بتاعها، بس فدي حاجه حلوه يعني ممتازه.